بهدف تطوير أداء ومهارات مديري ومعلمي مدارس مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في محافظة العاصمة وشمال المملكة، جاء عقد هذه الدورة التدريبية لسبع مدارس تابعة للمطرانية، وذلك لتعريف الهيئتين الإدارية والتدريسية فيها بأحدث الوسائل والأساليب التقنية والعلمية التي يتعين تطبيقها في المهنة التعليمية، إضافة إلى تزويدهم بمهارات التواصل مع الطلبة من مختلف المراحل والأعمار. عم نسعى لتطوير الكادر التعليمي، لأني مآمن كمسؤول عن مدارس مطرانية الروم الكاثوليك إنه إذا طورنا الأداء المعلمين بالطريقة اللائقة كتدريب مهارات تطوير المعرفة بأحدث الوسائل وأحدث الأساليب التقنية والعلمية، إحنا منكون جهزنا الكادر البشري اللي في النهاية بده يتعامل مع الطالب. وإذا كان هدفنا كمؤسسة نخدم رسالة التعليم، فمن الضرورة لكي نبلغ هدف التعليم ورسالة التعليم أن نطور كفاءة المعلم حتى نستطيع أن نرفع من مستوى الطالب الذي يأتي إلى مدارس المطرانية ومنحقق الرسالة الإنسانية والتعليمية والتربوية. ويقوم على تدريب المشاركين في هذه الدورة خبراء من مؤسسة وزنات التي تتخذ من بيروت مركزاً رئيسياً لها، حيث يهتم الخبراء المحاضرون بالتركيز على الإدارة الصفية بالدرجة الأولى باعتبارها المنهجية الأساس التي تقود التعليم إلى النجاح. هذه الدورة أرادت مطرانية الروم الملكيين كاثوليك في الأردن أن تنظم لنوعين من الموارد البشرية اللي عندهم إياها. أول قسم من الموارد البشرية هن الإداريين، يعني مدراء المدارس مسؤولي الأقسام في كل مدارس الروم الكاثوليك في الأردن. مع هذه الشريحة اشتغلنا أكثر وعم نشتغل على مهارات يلي بعزوها بعلاقاتهم مع التلاميذ، مع أهل التلاميذ، كمان مع الزملاء كان منسق ولا مسؤول قسم، ومع الإدارة. والتركيز هو على ثلاث مجموعات من المهارات. أول مجموعة هي مهارات تواصل، ثاني مجموعة مهارات حل النزاع، وثالث مجموعة مهارات العمل الفريقي، لأن هني مسؤولين بالمؤسسات، يعني كيف بده يبنوا فريق ليشتغل معه. هلأ المجموعات الثانية من الموارد البشرية هن المعلمين والمعلمات بهالمدارس، لكن لأنه اسم الله عددهم كبير قسمناهم لقسمين، وكل قسم بده يطلع له يومين. بده يكون في تركيز على موضوع الإدارة الصفية، كيف يشتغلوا مع الأولاد تبعولهم، وكمان سيكون هناك عبور على موضوع يعني المفهوم الحديث لموضوع العقاب، وكيف أنت إذا بده يكون هناك من عقاب كيف يكون هذا العقاب تربوي، اللي بالآخر ما بيطلع عقاب بقدر ما هو بيطلع عمل تنموي للتلاميذ. ويشارك في الدورة التدريبية التي تستمر 6 أيام عدد من مدراء ومعلمي ومعلمات المدارس والروضات ومسؤولي الأقسام الإدارية في 7 مدارس مشاركة، حيث أكد المتدربون أن الدورة ساعدت على إثرائهم بالمزيد من العلوم المعرفية التي ستنعكس بالإيجاب على أدائهم التربوي. بدي أشكر إدارة العامة للمدارس ممثلة بالأب جهاد، فهي الدورة اليوم دورة تعقدها الإدارة العامة للإدارة المدرسية للقيادات التربوية في مدارس المطرانية الروم الكاثوليك في الأردن. الهدف الرئيس هو تعزيز التواصل بين القيادات مع بعض البعض، وبين الإطار العام للمدارس.